مرحبا يا ندي بنات، كيفكم؟ اليوم انا مع صديقتي نجلة. انا ونجلة اليوم بدنا نعمل تحدي البلندر. تحدي البلندر. تحدي البلندر هو عندنا هنا بلندر. عندنا هون بلندر، وين شو نعمل بالبلندر يا نجلة؟ يا مش مهم وقعت اشي، مش مهم. يلا كملي نجلة، اشرحي لنا نشوف بنعمل ايه. هون في اكلات ما خصاش بعدها، اشي حلو واشي حامض واشي مر، وبنحطهن هون وبنخلطهن كلهن مع عصير ومع كريمه، واسم بنقولكم شو هي الاكلات. بنحطهن بنخلطهن بعدين بنحطهن بقلب كاسه وبنشربهن. او ماي جاد، جاهزه نجله؟ جاهزه. اكيد اكيد، لانه انا مش جاهزه يعني، بس مش مهم. اضربي كف. يو. طيب اول اشي نحطه بالبلندر، ايش بدك نحط؟ ام مالت. مالت حطي مالت، خلص كف عشان يوسع كل الكلام. ثاني اشي انا زعبالي احط بيتزا. اسا شو نحط يا نجلة؟ بطيخ. بطيخ. اسا شو زعبالك؟ قول نحط انا كثير 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 مش زعبالي اعرف شو الطعمة رح تكون. ولا انا، لانه مش رح تطلع زاك. ما هو شوف. طيب ايش اسا بدنا؟ اوريو. يلا حطي. اي صف انتي نجلة؟ طالعة سابع. طالعة سابع. او ماي جاد، علقه علقه. اسخ وفح. اي اكتر موضوع بتحبيه بالمدرسة؟ عربي. عربي؟ او ماي جاد، انا كمان بحب العربي. لا بالك اسا نحط تشيبس. بنفع. يلا حطي تشيبس. واخر اشي، اكتر اشي رح يخرب كل هذا الشيك اللذيذ، بصل. بدك نحط نوع هيك بصل ابيض وبصل بصل احمر. اه يلا حطي انت بصلي احمر وانا بحط بصلي بيضه. قلت واحدة احسن. طيب اخر اشي عشان كله هاي يقدر يتحرك مع بعض، بدنا نزيد عصير. عصير برتقال. يا ويلي. يا ويلي. ايش حابه تزيدي كمان نجلة؟ حط سيرب. سيرب. حطي سيرب. اهم اشي بكل الشيك كريمة. 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 بنغطي كل هاي الاشياء الزاكي. مهم كتير كتير انه ما نستعملش البلندر لحالنا، نطلب مساعدة او من الماما او من البابا. صح، عشان يعني مش قد ايه. طيب شكل البلندر شوي فاضي، جعبالك انت عليه كمان اشياء؟ شو جعبالك؟ شيبس. يلا حطي شيبس. امنامي عشان يعمل طعم. انا كمان جعبالي كمان بطيخ، لانه كثير بحب البطيخ. او موزه. خلاص ولا جعبالك بدك كمان وحده؟ جعبالك نحط كمان اشي؟ كريمه. كريمه. حطي كريمه. ولا بتعرفي شو بالك نحط بعد ما نخلص هيك كريمة؟ اه بينفع. افكر انه الشيك البيرفكت تبعنا خلص. بعد ما خلصنا الخليط كل واحدة وقمنا كل الاكلات، كل واحدة بيطلع لها كاسة. كاسة. اسا بدنا ندير هيك هون الكاسة. زي هيك لما بتلون كثير الوان وبقى بالاخر بني، هيك هيك اللون بلاش خبيط. طيب انا بقول خلص. يلا قومي نتيح البلندر على جنب. اسا عشان نحاول نجمل الامور بدنا نزيد كريمه او سيروب. سيروب. كريمه. كل واحد بتاخذ اشياء. اي اشي جابالك؟ انا بدي اخذ برتقال عشان نبريد. اسا سيرب شوكولاتة. على فكرة إذا يعني إذا حدا بيعرف شو بنحط هون، بين كتير زاكي، بين زي ميلك شكل أوريو. صح، مع زيادة تخبيص. يلا جاهزي نجلة؟ جاهزي نجلة؟ لا ولا أنا. طيب
واحد اثنين مش ذكي مش ذكي يعني بس منه مش عاطل لا شايله مش ذكي يا ولادي يا بنات حبيتوا الشيك اللي عملناه انا ونجلاء اكتبوا لنا تحت بالتعليق شو رايكم اذا حابين تجربوه كمان كيف سهلة او تنسوش تكبسوا على الكبات سبسكرايب الى اللقاء باي باي يلا صحه نجلاء راح نعمل حفلة بتحبونا؟ بتحبوا تضلكوا تشوفونا؟ تنسوش تكبسوا على سبسكرايب مرة واحدة وخلاص